كما تابعنا في أخبارنا الأخيرة، يمكن سفر فريق النادي الأهلي إلى المعسكر الأوروبي والاستعداد لمواجهة تاونشيب خلال المرحلة القادمة. معسكر مهم جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي، لكن خلال الساعات القليلة الماضية كان سافر المهندس سمير عدلي المدير الإداري لجهاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى كرواتيا استعدادا للترتيبات الخاصة بمعسكر فريق النادي الأهلي. وبالتالي سيكون المهندس سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي فور وصولها إلى كرواتيا مساء اليوم الاثنين لبدء معسكر الإعداد الأوروبي. ومن المنتظر أن يتواجد عدلي برفقة مدير الشركة المنظمة للمعسكر في مطار كرواتيا لإنهاء كافة إجراءات الوصول. المهندس سمير عدلي خلال الفترة الأخيرة وخلال الساعات الأخيرة وتحديدا في 48 ساعة الماضية كان سافر إلى كرواتيا وسلوفينيا لتحضير معسكر فريق النادي الأهلي وخوض المباريات الودية من خلال تنظيم هذه كافة التفاصيل مع الشركة المنظمة. وبالتالي تم حجز كل هذه الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وملاعب التدريبات خلال الفترة الأخيرة. لكن للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أو سيكون خلال هذا التقرير زميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي والمتواجد مع بعثة فريق النادي الأهلي في المعسكر الأوروبي ليطلعنا عن كل ما هو جديد والتفاصيل الخاصة بمعسكر فريق النادي الأهلي والذي غادر ظهر اليوم إلى المعسكر الأوروبي في كرواتيا وسلوفينيا. يا صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وهذه التغطية للمعسكر الخارجي للنادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد وبتحديد المرحلة الثالثة من استعدادات النادي الأهلي لهذا الموسم المليء بالتحديات القوية بالنسبة للنادي الأهلي، وبالتحديد طبعا أول تحدي هو مباراة فريق تاونشيب في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. بالتالي استعدادات قوية جدا. خليني أقول لكم التفاصيل الخاصة برحلة النادي الأهلي لكرواتيا وهو المكان اللي هيستضيف معسكر النادي الأهلي قبل المرحلة المهمة المقبلة. طبعا الفريق هيتحرك من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الثانية ظهرا. الرحلة هتستغرق 4 ساعات. هيوصل الفريق في البداية لدولة سلوفينيا. دولة سلوفينيا هينزل فيها النادي الأهلي، هيتحرك بأتوبيس، هيقل البعثة إن شاء الله من سلوفينيا لكرواتيا أو حدود كرواتيا بالتحديد في خلال ساعة ونص أو ساعتين بالكتير. خليني بس أوضح للجمهور إن المعسكر مكانه بالظبط في على الحدود ما بين سلوفينيا وكرواتيا، لكن المكان يعتبر داخل دولة كرواتيا. طبعا المعسكر هيستمر لمدة 8 أيام من يوم 2 اللي هو النهاردة 2/7 حتى يوم 10/7. هيتخلل المعسكر ماتشين وديين، مباراة هتكون يوم 5 أو يوم 6 ومباراة أخرى هتكون يوم 9 قبل نهاية المعسكر أو اللي هينتهي من خلالها معسكر الفريق الاستعدادي للموسم الجديد. بالتالي زي ما بنتكلم أكيد استعدادات قوية. البعثة يمكن بتضم حوالي 33 لاعب، في طبعا اللاعبين الدوليين هيغيبوا عن البعثة، هيوصلوا ان شاء الله يوم 5/7، وده بسبب ان هم واخدين اجازة وراحة كمان بعد مشاركتهم في كأس العالم مع منتخب مصر، بالإضافة طبعا لعلي معلول اللي كان متواجد مع منتخب تونس. كلهم ان شاء الله هيوصلوا يوم 5 فيما عدا مروان محسن اللي هيوصل ان شاء الله يوم 6، وده بسبب ان مروان محسن التأشيرة بتاعته انتهت ففي اجراءات اخرى بتتعمل لمروان، فان شاء الله يقدر يلحق بالبعثة يوم 6. نفس الحال بالنسبة لباكاماني، باكاماني كان متواجد في جنوب أفريقيا فالأمور لسه بالنسبة له ما كانش جاهز التأشيرة بتاعته الخاصة بدخول أوروبا، فبالتالي أيضا باكاماني إن شاء الله هيكون مع مروان محسن ويوصلوا إن شاء الله ويلحقوا بعثة النادي الأهلي يوم 6 عشان الفريق يكون مكتمل بشكل كبير. تم استبعاد أحمد حمدي، مش هيكون في المعسكر ده بسبب الأسباب الخاصة بالجهاز الفني. أحمد حمدي أحد الناشئين مش هيكون طبعا متواجد في هذا المعسكر. بشكل عام نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في فترة إعداده الأخيرة للموسم الجديد. إن شاء الله في تركيز كبير جدا من اللاعبين إن هم يقدروا يواصلوا المشوار الأفريقي بعد البداية يمكن المهتزة شوية في أول مباريتين. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق وأكيد هنغطي لكم المعسكر لحظة بلحظة. تابعونا.